نبدأ معاكي بشنطة السفر، الشنطة اللي أنا بجهزها ليا ولولادي قبل ما نسافر، إزاي بقى أجهزها بشكل مظبوط وما يحصلش بقى لخبطة وكل واحد يتخانق أحط حاجتي فين وأعمل إيه؟ الشنطة السفر قبل المصيف بتتظبط إزاي؟ مصيف يعني كل حاجة فيه منظمة، لو أنا بدأت من بداية من تحضير الشنطة بطريقة صح هضمن اني هوفر وقت وحاجات كتير قوي لما اروح هناك في الشاليه او الفندق او واتيفر المكان اللي انا رايحه فيه. ليه المصيف لازم كل حاجه تبقى فيه منظمه اصلا بدايه الكلام؟ ليه مسافره غيرك مش عايزه نظام خالص؟ الاتيكيت احنا بنتكلم عن اتيكيت المصيف، اتيكيت يعني ما ازعجش حد، ما اضايقش حد، ما اجرحش حد، اتعاون مع الناس. فاحنا لو كلنا بنعمل الحاجات دي كلها فبالتالي احنا نقضي وقت لطيف، ما حدش هيضايق حد، ما حدش هيزعج حد. يبقى اكيد بدايه من اتيكيت تحضير الشنطه انا بجمع اولادي. إيه بقى في اتيكيت تحضير الشنطه بالظبط؟ اولادي ما ينفعش ان انا الام انها تكون بتحضر كل الشنط، شنطتها وشنطه جوزها وشنطه اولادها. لازم اعود اولادي من هم صغيرين ان هم يعتمدوا على نفسهم، بمعنى اني اكون مشرف بس واخلي كده في كراسه او نوت او وات ايفر ايه فيها الحاجات اللي احنا محتاجينها، كل واحد يحضر شنطته، اللبس بتاعه، الحاجات بتاعته، مثلا هقضي يبقى عارفه المده قد ايه، 5 ايام، 6 ايام، 4 ايام، يكونوا حاطين فيها الهدوم بتاعتهم، حاطين فيها كل الحاجات اللي محتاجينها. بعد كده بيبقى فيه طبعا كل واحد بيحضر شنطته، في بعد كده شنطه تانية بيبقى فيها بقى الحاجات المهمه زي الصن بلوك، زي خيط، زي مثلا الكريمات، زي الشامبو، زي البلسم، زي المطهرات، الحاجات اللي احنا هنحتاجها خلال الفتره دي. في بقى شنطه ثالثه دي بتبقى فيها بقى الباور بانك، فيها الموبايلات بتاعتنا، فيها مثلا فيها الشاحن، فيها مثلا البطاقه، فيها المحفظه بتاعتنا، فيها حاجات يعني كل حاجه ببقى منظماها. وبنبقى قاعدين قاعده قبل تحضير الشنطه عشان بشيك بقى في الاخر كده مع اولادي على الحاجات اللي هي ناقصاهم عشان انا اشرف عليها بعد كده. انا متخيله ان انا سبت اولادي حضروا الشنطه ولا بنتي سبت لها الشنطه ورحنا الشنطه لقينا مايو وسليبر وبتاعه البابلز مثلا وهو ده اللي المفروض نقضي بيه السفريه كلها. هقول بقى حضرتك على حاجه، احنا طبعا لازم من الاتيكيت ان احنا ما نحضرش شنطه ليلتها او قبلها بيومين، لازم قبلها فتره كبيره قوي اكون وبوريهم انا بعمل ايه. يعني انا دايما بقول لاب والام القدوه لاولادهم، بوريهم انا بعمل ايه، بحضر ايه، بيبقى فيه المايوهات، فيه البرانس، فيه البشاير، كل اللي موجود، وبنحط الاطفال لو قدرنا نحطهم في الشنطه ما بنتاخرش عشان يبقى الطريق بسيط. احنا بنختار طبعا شنط، يعني برده في دي مشكله على فكره الشنطه دي، لان ناس كتير قوي بتبقى واخده شنط كتير قوي وفي حاجات ما بتستخدمهاش. فالمفروض ان احنا من الاتيكيت ان احنا بنختار شنطه كبيره شويه من خامه كويسه عشان تستحمل الحاجه بتاعتنا. زي ما قلت لحضرتك انا بوري اولادي انا بعمل ايه وهم في سن كبير شويه، يعني اكيد مش سن 3 سنين و4 سنين، لكن من اول 6 سنين بوريهم هم بيعملوا ايه. وعشان الشنطه تاخد حاجات كتير بلف الحاجه رول عشان تاخد حاجات كتير قوي، وبخلي بالي ان الحاجات بقى اللي هي سايله زي الشامبو او شاور جيل لوحدها بس ده لو انا في شاليهات او في اماكن ما فيهاش شاور جيل، لان الفنادق والمنتجعات غالبا بتوفر الحاجات دي. صحيح. يعني يستحسن ان انا اخدها معايا لو مش هتكون موجوده. جميل. طب.